الرحمن الرحيم and simplex method. نأخذ أول فيديو بالsimplex method. طيب بالفيديوهات السابقة تعرفنا على linear programming، كيف نعمل formulation للlinear programming problem وكيف نحلها باستخدام طريقة graphical method. يعني تعرفنا على إيش هو linear programming model أو linear programming problem. أنا بكون عندي مشكلة في الـ real life case، يعني بتلاقي عندي real life case، أنا بحولها لـ linear programming model وبحل هذا الموديل عشان أوصل للـ solution. طيب الآن خطوات الـ linear programming، أولا نعمل formulation للـ linear programming model للمشكلة تبعتنا. يعني أنا بكون في عندي مشكلة، هاي المشكلة بالواقع يعني سواء في شركة في مصنع في أي مكان أنا عندي مشكلة، هاي المشكلة بحولها للينير بروغرامينج موديل. واللينير بروغرامينج موديل زي ما بنعرف هو موديل بدي أنا أوصل لأعلى قيمة لزد أو أقل قيمة لزد ضمن شروط معينة اللي هي الكونسترينتس. هذا هو اللينير بروغرامينج موديل. فأنا في البداية بحول الكيس اللي عندي اللي هو النص، بنحوله احنا ل موديل لينير بروجرامينج موديل. هذا هو الفورموليشن وحكينا عن الفورموليشن. الان بعد ما نحول النص الى معادلات الى لينير بروجرامينج موديل بدنا نحل هذا الموديل. كيف بدنا نحله؟ حل هذا الموديل له ثلاث طرق في التكست. هون في ثلاث طرق راح اتعرف عليهم هسه بعد شوي. وبعد ما نحل هذا الموديل بنروح على sensitivity analysis للسوليوشن تبعنا. طبعا solve الموديل بيعطيني السوليوشن. شو السوليوشن اللي بيعرف بالجرافيكال؟ السوليوشن هو اني اوجد قيم decision variables وقيم slack والsear plus في كل constraints. هذا هو السوليوشن، يعني هذا معنى انه نحل الموديل. يعني اوجد لي قيمة x1 وقيمة x2 اللي بتعطيني اعلى قيمة لزد او اقل قيمة لزد، هاي هي حل هذا الموديل طبعا ضمن الشروط المعطاة في الكونسترينت. فحل الموديل ايجاد قيم الديسيشن فاريبلز اللي هم x1 و x2 وايجاد قيم سلاك والسير بلس في كل كونسترينت وتحديد شو هم البايندينج كونسترينت وشو هم النون بايندينج الى اخره. الان بعدين بنعمل سنسيتيفيتي اناليسيس، بنشوف اثر تغيير المعاملات في الاوبجكتيف فانكشن على السوليوشن تبعي. نطلع رينج الـ C1 والـ C2، طلعنا رينج الـ Right Hand Side ورينج وشادو برايس، الشادو أو الدول برايس، وتعرفنا على هاي المفاهيم في فيديوهات الـ Sensitivity Analysis. الآن نشوف هون أنا عندي مشان أحل أي Linear Programming Model في عندي الطريقة الأولى اللي تعرفنا عليها اللي هي الـ Graphical Method. وهاي الجرافيكال ميثود اني ارسم انا الموديل على الاكس 1 محور اكس 1 ومحور اكس 2 واوجد السوليوشن، وتعرفنا عليها بالتفصيل. لكن هاي الطريقة هي صالحة فقط في حال كان عندي بس اكس 1 واكس 2. اذا صار في اكثر من اكس 1 واكثر من يعني اكثر من اكس 1 واكس 2، هاي الطريقة ببطل يزبط عندي اني احل باستخدام الجرافيكال ميثود. فبنروح على طريقة السيمبلكس ميثود اللي هي موضوعنا الان. السيمبلكس ميثود، السيمبلكس ميثود سواء عندك اكثر يعني x3 x4 x5 شو ما يكون عدد الديسيشن فاريبلز، السيمبلكس ميثود بتحل لك اياه لحد منطقي يعني معين. بعد يعني مثلا اذا صار عندك اكثر من 7 ديسيشن فاريبلز واكثر من 5 6 كونسترينتس يبطل ينفع اليدوي، بدنا نلجا للكمبيوتر سوليوشن او الكمبيوتر سوفت وير. الكمبيوتر سوفت وير بيحل لك اي موديل، اي موديل شو ما كان عدد decision variables وشو ما كان عدد الكونسترينتس هذا بيحله السوفت وير. لكن الان احنا موضوعنا اللي هي السيمبلكس ميثود. السيمبلكس ميثود بالعادي بيكون عندك x3 x4 يعني من 2 الى 5 maximum decision variables بنستخدم احنا ايش السيمبلكس ميثود. وطبعا الكمبيوتر الان بيغني عن الجرافيكال وبيغني عن السيمبلكس، لكن انت بدك تعرف كيف الكمبيوتر بيشتغل. طيب السيمبلكس ميثود الان
الموجود في هذا التكست عندي طريقتين، نوعين من أنواع السمبلكس، في الريجولار سمبلكس ميثود وفي عندي البيج أم سمبلكس ميثود. الآن الريجولار سمبلكس ميثود بيكون كل إشارات الكونسترينتس أقل من أو يساوي، جميع إشارات الكونسترينتس أقل من أو يساوي، ولذلك بدا إنه الإشارات الكونسترينتس أقل من أو يساوي فالأوبجكتيف إجباري بده يكون ماكسيمايز، لأنه لو كان مينيمايز، لو كان مينيمايزيشن وكل إشارات الكونسترينتس أقل من أو يساوي، راح تكون نقطة الأصل 0 و 0 ضمن الكورنر بوينت وهي راح تكون الأوبتيمال، معناها شبه فيش حل. يعني إذا كان الأوبتيمال 0 0 0 ما في، شبه ما فيش حل. فإحنا إذا كانت جميع إشارات الكونسترينتس أقل من أو يساوي فسؤالي إجباري بده يكون ماكسيمايز، إذا بده يكون له حل يعني لازم يكون ماكسيمايز. فالريجولار سيمبلكس ميثود تستخدم في أسئلة الماكسيمايز اللي جميع إشارات الكونسترينتس فيها أقل من أو يساوي. إذا في كونسترينت واحد إشارته أكبر من أو إشارته يساوي، يعني كونسترينت أو أكثر إشارتهم أكبر أو إشارتهم يساوي، الريجولار سيمبلكس ميثود ما بتنفع معها، بنروح على طريقة البيج أم سيمبلكس ميثود. فالبيج أم سيمبلكس ميثود جميع الإشارات بصير نستخدمها في البيج أم سيمبلكس ميثود، وبالتالي السؤال ماكسيمايز أو مينيمايز ما بيفرق، لأنه ليش بالمينيمايز إحنا مضطرين على البيج أم سيمبلكس ميثود؟ سؤال المينيمايز على الأقل لازم يكون في كونسترينت واحد إشارته أكبر من أو إشارته يساوي، يعني لازم في كونسترينت واحد على الأقل إشارته أكبر من أو إشارته يساوي في سؤال المينيمايزيشن مشان يكون في سوليوشن لهذا الموديل، وبالتالي أسئلة المينيمايز لا تحل إلا من خلال البيج أم سيمبلكس ميثود. وكمان أسئلة الماكسيمايز اللي بتحتوي على كونسترينت إشارته أكبر من أو كونسترينت إشارته يساوي ما نلجأ إلى طريقة البيج أم. الآن إحنا موضوعنا هون في هذا الريجولار سيمبلكس، رح نبدأ بالريجولار سيمبلكس ميثود، تعطينا أساسيات السيمبلكس. طيب طلع هون أي سيمبلكس ميثود، أي سيمبلكس ميثود سواء بيج أم ولا ريجولار سيمبلكس، الخطوات الرئيسية هي ثلاث خطوات ورح نتطرق لهم بالتفصيل، وهدول هم اللي احنا انتوا رح تشتغلوا فيهم او الحل بيكون فيهم. اولا convert the model into standard simplex form، بنمسك الموديل اللي قدامي وبحوله الى الستاندرد فورم، بنحوله ايش للستاندرد فورم، هاي اول خطوة. الخطوة رح نشرح في هذا الفيديو، رح يكون تركيزنا على هاي الخطوة. احنا عندنا ثلاث خطوات رئيسية، افهم كل خطوة بالتفصيل لوحدها وبعدين ايش بتمسك سؤال بتحله من البداية للنهاية بصير امورك تمام. الان الخطوة الثانية اننا نعمل الانيشيال سيمبلك ستيبل او الانيشيال فيزيبل سوليوشن، وهاي خطوة تقدر تقول انها اسهل خطوة، اللي هي اننا نعمل الانيشيال سيمبلك ستيبل، لانها تعتمد على، طبعا تعتمد على الستاندرد فورم. السؤال السيمبلكس بالعادة ممكن يكون عليه من 10 إلى 20 علامة، إذا أنت خربطت بالستاندرد فورم بيروحوا العشرين علامة كاملين، إذا في خربطة بالستاندرد فورم، لأنه الانيشيال سيمبلكس تيبل مبني على الستاندرد فورم. والخطوة الأخيرة اللي هي أننا نعمل امبروف على السوليوشن اللي بيطلع معي لغاية ما أوصل الأوبتيمال، هذا كمان بيعتمد على الانيشيال تيبل اللي هو أصلا بيعتمد على الستاندرد فورم. فإذا في هذا الفيديو رح يكون تركيزنا على الستاندرد فورم وكيف نحول الموديل للستاندرد فورم، وشو في ممكن أفكار على الستاندرد فورم. ومرات تيجي أسئلة بس على الستاندرد فورم بيعطيك كونسترينت معين فيه فكرة، فيه حاط الإكس هون زايح هاي هون في سالب هون، وبيقول لك شو الستاندرد فورم لهذا الكونسترينت. عكل تركيزنا في هذا الفيديو رح يكون على الخطوة الأولى، وفي الفيديو القادم راح نشوف كيف نعمل الانيشيال سيمبلكس تيبل وكيف نعمل عليه امبروف لغايه ما نوصل الاوبتيمال سوليوشن. طيب كيف بدنا نحول السؤال او اللينير بروجرامينج موديل، كيف بدنا نحوله للستاندرد فورم؟
مشان نحول اللينير بروجرامينج للستاندرد فورم في عندي هو التحويل يعتمد على اشارات الكونسترينتس بصوره اساسيه وبشكل اساسي. اي موديل بيحتوي على زي ما بنعرف اللينير بروجرامينج موديل فيه اوبجكتيف فانكشن وفيه كونسترينتس ونون نيجاتيفيتي بالاخر. نبدا بالكونسترينتس واحد واحد. الان الكونسترينتس بنحوله بناء على اشارته. اشاره اي كونسترينت هي اما اقل من او يساوي او اكبر من او يساوي او يساوي. طبعا لما تقول اقل من او يساوي هي نفسها اقل يعني بالتحويل، ولما تقول اكبر من او يساوي هي نفسها اكبر بالتحويل، ويساوي يعني يساوي بدون اقل ولا اكبر. فانا عندي ثلاث اشارات، اما اقل واما اكبر واما يساوي، هذول الثلاث حالات. فيش حاله رابعه. الان اذا الكونسترينت اشارته اقل من او يساوي، يعني في اقل بالموضوع، نمسك الكونسترينت وبنزيد عليه اس. بنزيد عليه ايش؟ اس. شو هي هاي الاس؟ هاي الاس هي السلاك، لانه زي ما تعرفنا مع الجرافيكال وكيف نحسب السلاك والسيربلس، نعرف انه الكونسترينتس اللي اشارته اقل من او يساوي بنضيف عليه اس اللي هو السلاك فاريبل. فاذا الكونسترينت اللي اشارته اقل من او يساوي نفس الكونسترينت، بشيل اشاره الاقل وبزيد عليه اس وبخلي الاشاره ايش؟ يساوي. الكونسترينت اللي اشارته اكبر شو بعمل فيه؟ بطرح منه اس، وهاي الاس اللي بدي اطرحها هي عباره عن سيربلس فاريبل وبزيد ايه. اذا بطرح اس وبزيد ايه. الاي هو ارتفيشال فاريبل، متغير وهمي. احنا راح نستخدمه، ما راح اخذ تفاصيل ليش حطيناه وتفاصيل هاي من الماتريكس بتيجي، بس انا اذا كانت الاشاره اكبر من او يساوي راح اطرح اس وراح ازيد ايه. الاس سيربلس، الاس اللي بطرحها سيربلس، والاي ارتفيشال فاريبل متغير وهمي. الان الكونسترينت اللي اشارته يساوي بضيف عليه ايه. الاي هاي ارتفيشال فاريبل. اذا انا عندي ثلاث حالات، اذا اشاره الكونسترينت اقل بزيد اس، واذا اشارته اكبر من بنقص اس وبزيد ايه، واذا اشارته يساوي بزيد ايه. هذول هم الثلاث حالات. ضل عندي الاوبجكتيف فانكشن. طيب الاوبجكتيف فانكشن شو بعمل فيه؟ الان احنا كل السلاك والسيربلس والارتفيشال فاريبلز اللي ضفتهم على الكونسترينتس لازم يكونوا موجودين في الاوبجكتيف فانكشن. فباجي على الاوبجكتيف فانكشن، اول شيء بكتب الاكسز الموجوده اصلا بالفي نفسه، بعدين بدي اضيف عليه الاشياء اللي تعدلت بالكونسترينتس. يعني اذا الكونسترينت حطيت معه اس بدي احط اس بالاوبجكتيف فانكشن، اذا الكونسترينت صار فيه اي بدي احط بالاوبجكتيف فانكشن اي. بس كيف راح يصير؟ الان اذا بدي احط الاس في الاوبجكتيف فانكشن، سواء هاي الاس كانت سلاك ولا سيربلس، بدي احطها مع معامل زائد زيرو. بنحطها مع معامل زائد زيرو، يعني زائد زيرو اس في الاوبجكتيف فانكشن. لكن الاس هي اصلا في الكونسترينتس معاملها اما واحد او ناقص واحد، بالاوبجكتيف فانكشن معاملها زائد زيرو، زائد زيرو اس 1 زائد زيرو اس 2 زائد زيرو اس 3، بغض النظر هاي الاس كانت سلاك ولا سيربلس. الاي شو الاي بعمل فيها؟ الاي معاملها في الاوبجكتيف فانكشن اما ناقص ام او زائد ام. يعني معامل الاي اصلا في الكونسترينتس هو زائد اي، يعني زائد واحد. الان في الاوبجكتيف فانكشن اما ناقص ام او زائد ام، ناقص ام او زائد ام. اذا كان الاوبجكتيف فانكشن ماكسمايز راح نحط ناقص ام، ناقص ام اي يعني، واذا مينيمايز راح احط زائد ام اي. النون نيجاتيفيتي طبعا كله مع خلال المثال راح يكون اوضح الصوره. النون نيجاتيفيتي بالإضافة إلى الإكسز إنها تكون X1 و X2 و X3 أكبر من صفر، كمان الأس كل الأسات أكبر من أو يساوي صفر، وكل الأيز أكبر من أو يساوي صفر. نشوف مثال ونشوف كيف التحويل بالضبط. بس خلي ببالك
الكونسترينت اشارته اقل بزيد اس، الكونسترينت اشارته اكبر بطرح اس وبزيد اي، كونسترينت اشارته يساوي بزيد اي. الاوبجكتيف فانكشن بحطه زي ما هو وبحط عليه الاسات والاي، الاسات دائما معاملهن زائد زيرو، والايات اما زائد ناقص ام او موجب ام. نشوف بالمثال، هذا المثال او المثال الاول قدامي، انا هون بس بدي احوله للستاندرد فورم. قلنا تركيزنا في هذا الفيديو على تحويل السؤال للستاندرد فورم، لان اذا حولت السؤال غلط راح السؤال كله. فخلينا نشوف كيف نحول هذا السؤال للستاندرد فورم. عندي ماكسمايز والكونسترينتس هذول، طيب نبدا فيهم كونسترينت كونسترينت. الكونسترينت الاول x1 زائد x2 اقل من او يساوي 150، كونسترينت واشارته اقل من او يساوي. قلنا اذا اشارته اقل من او يساوي بدي ازيد عليه s، فعندي x1 زائد x2 زائد s1 يساوي 150. ليش s1؟ لانه الكونسترينت، يعني ليش حطينا 1 مع الاس؟ لانه انا بالكونسترينت الاول، فزائد S1 يساوي 150. شلنا إشارة الأقل وصارت إيش؟ يساوي. يعني أنا بدي أحول أصلاً هذول متباينات، الكونسترينتس كلياتهم متباينة فيهم إشارة أقل أو أكبر، أنا كلهم بدي أحولهم لمعادلات. فعندي X1 زائد X2 زائد S1 يساوي 150، فأنا ضفت السلاك فاريبل. طيب الكونسترينت الثاني 3X1 زائد 7X2 أكبر من أو يساوي 30. طبعا إحنا دائما بنبلش بالكونسترينت لما نحول الستاندرد فورم. فثلاثة X1 زائد سبعة X2 أكبر من، أكبر شو بعمل؟ ناقص S زائد A، ناقص S زائد A. لأن ناقص S يعني عندي ناقص S2 زائد A2 وليس زائد A1. ليش زائد A2؟ لأنه أنا بالكونسترينت الثاني فبدي أحطه A2، دائما التزم برقم الكونسترينت عشان بالجداول ما تصير تخربط، يضل دائما S1 والS2 والS3 كل رقم S يدل على رقم الكونسترينت، عشان إذا سألني شو السلاك بالكونسترينت الثاني، شو السير بلس بالكونسترينت الرابع، كله ياتو بيكون حسب رقم الS. اما والله لانه الاس ما طلعتش بالكونست، افرض الكونسترينت الاول اشارته يساوي ما حطيتش فيه اس، اجيت بالكونسترينت الثاني بدك تحط اس، تروح تحطها اس 1 ويجي يطلب منك السلاك في الكونسترينت الثاني، ممكن تروح تلاقي قيمه اس 1، يعني الكونسترينت الثاني بصير له اس 1. لا خليك انت ايش بالكونسترينت الثاني، كل الاس وكل الاي رقم من حسب رقم الكونسترينت. ف ناقص S2 زائد A2، والآن شلنا إشارة الأكبر وخليناها يساوي 30. طيب الكونسترينت الثالث 14X1 زائد 2X2 يساوي 75، إشارته يساوي، باليساوي شو بنعمل؟ بس بنزيد A. فعندي 14X1 زائد 2X2 زائد A3 زائد A3 لأنه أنا بالكونسترينت الثالث يساوي كم؟ 75. طيب ضل ايش؟ هاي حولت الكونسترينتس، هذول ثلاثة كونسترينتس حولتهم. الان شوف الاوبجكتيف فانكشن، شو بدنا نعمل بالاوبجكتيف فانكشن؟ هاي الاوبجكتيف فانكشن ماكسمايز زد 10x1 زائد 15x2. الان هاي بدي اضيف عليه الاشياء اللي زدتها. انا اول شيء ضفت على الكونسترينت الاول s1، فراح يكون عندي زائد 0s1، معامل الاس في الاوبجكتيف فانكشن 0. اطلع على معامل الاس1 في الكونسترينت، معامله واحد هون، وبالكونسترينت الثاني معامله ناقص واحد، لكن في الأوبجكتيف فانكشن كل الأسات زائد زيرو، معاملهن زائد زيرو في الأوبجكتيف فانكشن. فأنا عندي زائد زيرو S1 زائد زيرو S2، ضل الـ A. الآن عندي A2، معامل الـ A إما ناقص M أو موجب M. الآن سؤالي ماكسمايز معناها ناقص M، فأنا عندي ناقص MA2 وناقص MA3، ناقص MA2 ناقص MA3. فهاي حولت أنا الأوبجكتيف فانكشن لإيش؟ للستاندرد فورم. ماكسمايز 10x1 15x2 زائد 0s1 زائد 0s2
ناقص MA2 ناقص MA3، يعني هذا المتغير الـ A3 والـ A2 والـ S2 والـ S1 هم نفسهم اللي حطيتهم بالـ constraints، لكن معاملاتهم في الـ objective function تختلف عن معاملاتهم في الـ constraints. وكل الـ variables هذول أكبر من أو يساوي صفر. لحد يقول لي إنه هذا مش داخل، لأنه الـ standard form داخلي بكل حالاتها، لكن إنك تبني على هذا السؤال، انك تبني سوليوشن، هذا السؤال مش راح ينحل غير على البيج ام اذا بدك تكمله. لكن ممكن تكون مطلوب منك بس الريجولار سمبلكس، بالريجولار سمبلكس كلياتهم اس زائد اس، يعني كلياتهم اشارتهم اقل من او يساوي، وبدك تزيد زائد اس 1 زائد اس 2 زائد اس 3 وتحطهم وخلص. لكن بس هسه ممكن يجي سؤال ستاندرد فورم لوحده، وهذا ما له دخل بالبيج ام، بدك تحول للستاندرد فورم، هذا ما لهوش دخل، فبده يكون مطلوب اكيد. يعني لا حدا يقول انه مش مطلوب، دائما يعني اجى اسئله انه حول الستاندرد فورم فقط بدون يعني بدون حل سمبلكس. فهي انا هيك حولته للستاندرد فورم. طبعا الاكس 1 والاكس 2 والاس 1 والاس 2 والاي 2 والاي 3 كمان هذول كلهم ايش؟ اكبر من او يساوي صفر. طيب نطلع على المثال هذا الثاني. هذا المثال فيه ايش؟ فكره شويه افكار يعني ممكن تيجي الان. حول هذا السؤال ماكسيمايز وهي الكونسترينتس. نبدأ فيهم كونسترينت كونسترينت. الكونسترينت الأول x1 زائد 4x2 زائد x4 لأن هو يساوي ناقص x4 زائد 8. لكن الرايت هاند سايد احنا بالسمبلكس خلينا نحكي من شروط السمبلكس انه انت لما تروح على التابل لازم كل الاكسز تكون على جهة اليسار والرايت هاند سايد يكون رقم لوحده. فأنا هون بالكونسترينت الأول الـ X4 جاي على الجهة اليمين، فبدي أنقل الـ X4 كونها متغير و decision variable بدي أنقلها على الشمال، فبصير عندي X1 زائد 4X2 الآن ناقص X4 لما تنقلها على الشمال بصير زائد X4 يساوي كم؟ 8. هاي أنا نقلت إيش؟ نقلت الـ X4 الآن صار كونسترينت وإشارته يساوي. فكيف بحوله؟ عندي x1 زائد 4x2 زائد x4 زائد a1 بضيف عليه a يساوي 8. هذا الكونسترينت الاول. طيب الكونسترينت الثاني عندي 2x1 ناقص 5x2 اكبر او يساوي x3 ناقص 10. اولا بدي احول الاكس، انقل الاكس 3 للجهه الشمال، فبصير عندي ناقص 2x1 ناقص 5x2 نقلت الـ X3 صارت إيش؟ ناقص X3 أكبر من أو يساوي ناقص 10. هاي أول خطوة، أنا نقلت الـ X3 لكن طلعت عندي مشكلة جديدة إنه الـ Right Hand Side سالب 10. من شروط السيمبلكس كمان إنه الـ Right Hand Side ما بصير يكون سالب، لازم دائما الـ Right Hand Side يكون موجب. فشو بدي أعمل هون مشان أحول الـ Right Hand Side لقيمة موجبة؟ بضرب هذا الكونسترينز كله بسالب واحد كله مع بعض، فبصير ناقص 2x1 زائد 5x2 زائد x3. الآن أي كونسترينز إذا ضربته بسالب أنت راح تقلب طبعا إشارة كل متغير راح تقلبها، وإشارة المتباينة كمان راح تنقلب، إذا كانت أقل من بتصير أكبر من، وإذا كانت أكبر من بتصير أقل من. فهون أقل من أو يساوي كم؟ 10. هيك الرايت هاند سايد رجع ايش؟ رجع عندي موجب. انا ضربت الكونسترينتس كله بسالب واحد، لما تضرب بسالب واحد كل الاشارات بتنقلب وبما فيها اشاره المتباينه كمان. الان هذا الكونسترينت اللي جاهز للتحويل بنحوله، صار اشارته اقل من او يساوي بضيف عليه اس، فعندي ناقص 2x1 زائد 5x2 زائد x3 زائد s2 بنضيف عليه s2 يساوي 10. ما بنضيف S1، بكررها ما بنضيف S1 لأنه يعني أكيد راح تخربط مع لما يجيك السؤال جدول سيمبلكس طويل وكبير هيك والأسات مش زي أرقام الكونسترينت راح تخربط. ف يعني مش خلاف إنه والله S1 ولا، بس أنا بفضل إنك تحط الأس حسب رقم الكونسترينت إذا كان السؤال أنت بدك تبلش فيه حل من البداية للنهاية. يعني فهون S2 وليس S1 لأنه أنا بمشي على رقم الكونسترينت، مش لأنه هاي أول S بدي أحطها S1، لا حسب رقم الكونسترينت. الكونسترينت الثاني فيه S2.
طيب نشوف الكونسترينت الثالث. الكونسترينت الثالث عندي x3 زائد 2x4 أكبر من أو يساوي سالب 13. هذا فيه مشكلة واحدة إنه الرايت هاند سايد سالب، فشو بدي أعمل؟ بدي أضرب الكونسترينت كله بسالب واحد زي ما عملنا قبل شوي. بصير ناقص x3 ناقص 2x4، والإشارة الأكبر لأنه ضربنا بسالب بصير أقل من أو يساوي 13. الآن نحوله، هي صار جاهز، بس نحوله لإيش؟ للستاندرد فورم. هون شو بنضيف؟ بنضيف S3. فعندي ناقص X3 ناقص 2X4 زائد S3 يساوي كم؟ يساوي 13. الآن ضل إيش؟ الأوبجكتيف فانكشن. إذا هذول الكونسترينت حولتهم، ضل عندي الأوبجكتيف فانكشن. الأوبجكتيف فانكشن ماكسيمايز، ماكسيمايز زد. نقلنا عندي ال 2x1 زائد 4x2 زائد 4x3 ناقص 3x4 زي ما هم. الآن أولا أنا حطيت على الكونسترينت الأول A، فبدي أقول نا ال A1 بدي أحطها بالأوبجكتيف فانكشن لازم يكون معاملها إما ناقص أم أو موجب أم. ناقص أم إذا السؤال ماكسيمايز، وموجب أم إذا السؤال مينيمايز. كون السؤال ماكسيمايز إذا إيش؟ ناقص ام اي 1. والاساد دائما معاملهن زائد 0، فزائد 0 اس 2 زائد 0 اس 3. هيك حولنا السؤال ايش؟ للستاندرد فورم. هاي اول خطوه واهم خطوه طبعا. اذا انت الستاندرد فورم انت محولها غلط، سؤال السمبلكس شو ما كان عليه علامات من 10 ل 20 ل 25 علامه ممكن يكون عليه، بروح السؤال كلياته. فضروري انك تقدر تحول السؤال للستاندرد فورم بالطريقة الصحيحة وتكون حافظ قواعد التحويل زي اسمك. في الان هذا السؤال minimize 50x1 زائد 40x2، هذول الكونسترينتس الاربعة بدك تحوله للستاندرد فورم. هذا بترك لك اياه تحوله للستاندرد فورم. اللي بده الحل ممكن انشر الحل او يبعث لي، يعني ببعث له حله يتأكد من جوابه. بس هون يعني الكونسترينت الاول ما فيه مشكلة، الكونسترينت الثاني بدك تضرب بايش؟ بدك تضرب بسالب واحد لانه الرايت هاند سايد سالب 10. الكونسترينت الثالث نفس الاشي، بدك تضرب الرايت هاند سايد يعني بدك تضرب الكونسترينت كله بسالب واحد لانه الرايت هاند سايد سالب 20. الكونسترينت الاخير اولا بدك يعني تطلع، هذا فيه فكرة هون، ال 2x2 جاي على الرايت هاند سايد بدك تنقلها على الشمال، وال15 جاي على الشمال بدك تنقلها على اليمين. الان لما تنقل ال2x2 على الشمال وتنقل ال15 على اليمين بصير عندك مشكله ثانيه، اللي هي انه الرايت هاند سايد صار سالب 15، بدك ترد ترجع تضربه بايش؟ بسالب واحد. بصير عندك كونسترينت بتحوله للستاندرد فورم وبتكتب الاوبجكتيف فانكشن. هذا السؤال كويس يعني. هيك انت مع حل هذول الثلاث اسئله على ستاندرد فورم بتكون وضعك بالستاندرد فورم ممتاز. هاي الخطوه الاولى بالسمبلكس الستاندرد فورم، وهي تقريبا ثلث السمبلكس. بقدر اقول لك انه هي اهميتها بثلث اهميه الحل بالسمبلكس. فحولنا للستاندرد فورم. الفيديو الجاي رح نشوف كيف نعمل الانيشال سمبلكس تيبل. رح ناخذ سؤال من جديد نحوله للستاندرد فورم ونعمل الانيشال سمبلكس تيبل ونضل نعمل عليه امبروفمنت لغاية ما نوصل الاوبتيمال سوليوشن الاوبتيمال تيبل، ونربطه مع الجرافيكال ميثود ونشوف شو علاقة السمبلكس ميثود بالجرافيكال ميثود. لانه هي جداول السمبلكس كل جدول تقريبا يعبر عن كورنر بوينت، يعبر عن كورنر بوينت لغاية ما نوصل الكورنر بوينت الاوبتيمال اللي هي جدول السمبلكس الاوبتيمال. فيديو الان خلص. اتمنى انه تعمل سبسكرايب بالقناة عشان نضل نعمل فيديوهات، يعني انا لازم يعني بحاجة انه تعملوا سبسكرايب تقديرا للجهد يعني وللفيديوهات، انه بغلب الفيديو زي ما بتعرفوا. فنتمنى من الكل انه يعمل سبسكرايب. يعطيكم العافية.